او واحد الحانوت الكريا، حانوت الكريا بيه بصوالحو ثلاجه بكل شيء المهم. الحانوت الكريا انتم تشوفوا كبير، اللي بغى يدير فيه شي حاجه ولا حانوت ولا المهم كما كتشوفوا حانوت الكريا. انتم تشوفوا المساحه ديالو كبيره. غادي نقول لكم فين جا، جا في الشارع، انتم تشوفوا في الشارع الكبير حدا المدرسة ديال الإمام الشاطبي. هانتوما تشوفوا المدرسة ديال الإمام الشاطبي، ها هي في الشارع الكبير اللي هو الشارع الكبير اللي كيدي لبوهديلة سيدي حمدا بركان. هادي الطريقة ديال سيدي حمدا بركان، هانتوما تشوفوا جا حدا الصيدليات الاستقلال. كاين هاد الحانوت هذا الكريا، وكاين واحد الحانوت اخر هو في الدور غادي نوريكم دابا. المهم كاين هذا الكريا، اتصلوا بالرقم اللي غادي تلقاوه تحت ان شاء الله. هذا راه الكريا، زائد هذا الكراج هذا الكريا، وكاين هذا عاود الكريا حتى هو راه كبير. هذا الكراج هذا راه عنده السرجم ديالو هنايا، هو كبير كراج حتى هو راه جا في الشارع. انتما تشوفوا الشارع، الشارع الكبير اللي كيدي سيدي حمدا بركان. انتما تشوفوا بالنسبه للانسان بغى يدير المشروع ديالو ولا يتصل بالرقم. المهم هذا هو الكراج الثاني، والكراج الاول راكم شفتوه اللي في عنده الحانوت. اتصلوا بالرقم اللي تلقاوه في الشاشه. انتما تشوفوا جا في الشارع الكبير حدا المدرسه ديال الامام الشاطبي.